انا عايزه اقول لكم عنوانين كده من النازلين في الوطن بكره وتقولوا لنا تحليل للناس دي بتتكلم بلغه واسلوب. لازم حضرتك تقولوا لنا ليه ده دلوقتي بيتقال لنا قبل يوم السبت اللي هيتحكم الناس اللي هيتحكم عليها اللي هم متهمين المفروض يكونوا ترتعد فرائصهم دلوقتي. نسمع. الوطن تواصل نشر يوميات مبارك في الحبس. في صور جديده بتنشر لاول مره. العدلي يصف المحامين واهالي الشهداء بالانتهازيين ويؤدي التحيه العسكريه لمبارك. هم بقى في السجن مع بعضهم. قالوا له بنقابل صفوه الشريف في الصلاه. علق ده مبارك انا عمري ما شفته بيصلي غير في العيد. لا اله الا الله. مبارك بيقول كلام النيابه كذب في كذب. قال للعدلي ادفع الغرامه ما انت معاك بلاوي. ما كنتش ناوي اجي. في اللقاء الاول بين مبارك ونجليه بالمحكمه جمال قال له ما حدش هيقدر يمسك علينا حاجه. خدت بالك؟ خسروا بتوع القانون. ما حدش هيقدر يمسك علينا حاجه يعني في حاجه بس ما حدش هيقدر يمسكها. قال له جمال ما حدش هيقدر يمسك علينا حاجه. وقال مبارك لابنيه انا وافقت بس اني اجي عشان اشوفكم لولا كده ما كنتش اجي. يعني محكمه ايه ده محكمه. العدلي لمبارك بيقول له احنا كنا متفقين. قال العدلي ضاحكا يا ريس حكموا عليا ب 300 مليون جنيه غرامه في قضيه قطع الاتصالات. ينفع كده يا ريس؟ وزير الاتصالات ما يجيبوش سيرته في القضيه اساسا. مفيش فايده طول عمرنا نقول اشمعنى فلان. وزير الاتصالات ما يجيبوش سيرته في القضيه اساسا. يعني يا ريس هو انا اللي كنت قطعتها من دماغي؟ ما احنا كنا في اجتماع الامن القومي برئاسه نظيف واتفقنا على كده. ضحك مبارك ضحكه خفيفه وقال طيب اسمعوا ايه اللي بتعملوا فينا ده. طيب ادفع لهم بقى يا حبيب ما انت تلاقيك معاك بلاوي. ضحك العدلي بصوت عال قائلا منين يا ريس ده انا غلبان. فاجاب مبارك خلاص خدهم من نظيف. نظيف بقى طول اليوم بيعيط. نظيف حالته تسع بعكاف وطول اليوم قاعد يعيط. هكذا قال العدلي ضاحكا. انا قلت حاجه ده ناس تقهقه طول النهار. قال العدلي ضاحكا نظيف حالته تسع بعكافر طول اليوم قاعد يعيط. اضاف كل ما قابله في الصلاه يقول لي روح يا شيخ ربنا ينتقم منك. تصور بيقول له كده روح يا شيخ ربنا ينتقم منك وديتنا في دهي. انا مراتي حامل وحرام اسيبها في وقت زي ده. تابع العدلي الضحك قائلا تصدق يا ريس اول ما جه السجن ما كانوش لاقيين سرير على مقاسه وفي الاخر راحوا مفصلين له سرير خصوصي. ها عشان يطولوه شويه نص متر. هو طويل ولا تخين؟ لا طويل. ما شفتهمش شخصيا الحمد لله. شفتش اي حد. طوله 200 متر و5. بسم الله ما شاء الله. 2 متر و5. 2 متر مش 200 متر. هو ما شاء الله طول بعرض. بس حالته بس مع كده فهو حالته تصعب على الكافر. يعني لا بس التاني بيضحك يعني بيقولها وبيضحك. معلش بس بيقول يعني شهاده. يعني مفيش احساس يعني يعني عيب يعني. بس كان الراجل دفع 300 مليون وبيقول له تبقى ولسه في تاني. بيضحك. المحامي العام ما بيعرفش يتكلم. عندما خرج مبارك من القفص الى الاستراحه الملحقه به كان باديا على وجهه الغضب الشديد وقال موجها كلامه الى العدل ومساعديه كذب في كذب. كل الكلام اللي سالته النيابه دي كذب في كذب. اول مره اشوف محامي عام ما بيعرفش يتكلم. العدلي مقاطعا يا ريس مخارج الالفاظ عنده بايظه. كان لديهم مهاره ان هم يعقبوا يعني. خلينا نرجع للسؤال الرئيسي اللي سالته. لا يعني اديني التحليل النفسي ده مسلسل لحاله نفسيه. أيوه. دي ناس منتظره حكم. دي ناس منتظره حكم يا فندم. الاول ما حدش هيرد علينا غير لما الحلقات تخلص. يعني دي يبدو انها حلقات. دي الحلقه الاولى الحلقه الثانيه الحلقه الثالثه. ما هي دي مرتبطه كده وربما تستمر لحد يوم 30/6 يعني لحد ما تسلم يتم تسليم السلطه. لماذا ربطت يعني بين التاريخين؟ لانه هم مفترض ان الراي العام ينشغل انشغال كبير. أيوة. عن احداث يوم 3 100 100 مش هنشغله بقى. واعتقد وانا بنضم للدكتور جابر فيها انه تعليقنا النهارده ما هو الا توقعات. يعني احنا صعب كرجال قانون ان احنا يعني نعلق على حكم او قضيه ما زالت منظوره. لكن انا مع السيناريو الاولاني. السيناريو الاول ان القضيه فيها 72,000 ورقه. اعتقد انه ربما
يكون من المناسب لدى المستشار احمد رفعت وزملاء ان هم ياجلوا يمدوا اجل الحكم. وانا توقعاتي وده التوقع الاول، لان احنا عندنا اكتر من سيناريو، لكن السيناريو الاول انه يمد اجل الحكم، وربما يمد اجل الحكم لما بعد 30، لانه هو بيشتغل اسبوع واحد في الشهر. معناها بالضروره انه لما هيمد اجل الحكم هيمده للشهر الجديد، معناها بالضروره انها بتتنقل لدايره اخرى، ومعناها بالضروره ان احنا بنبدا من نقطه الصفر، محاكمه القرن. السيناريو الثاني انه احنا شكلنا هنبتدي من نقطه الصفر حاجات كتير في كل حاجه. ما احنا لو شفنا المرحله الانتقاليه كلها بالكامل هي كلها مبنيه على انها تعود لنقطه الصفر. يعني ايه تضييع؟ كنا بنلعب في الوقت الضايع، يعني هو يعني بنمتص غضب الجماهير يعني، وبنعيد ترتيب الاوراق، فاعاده ترتيب الاوراق تؤهل صانع القرار انه هل امتصاص غضب الجماهير ولا تطليع عين الجماهير؟ لا، انا ما اعتقدش انه حد عايز يطلع عين الجماهير، ولا يقدر في هذا التوقيت انه يطلع عين الجماهير، لان يعني الكل بمعنى في اشد الحاجه إن الى إيه الجماهير. عمالين دواخين يلامونا ده 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 ورد متاهه، عمالين نجي كده ونروح كده زي ما قال لنا الاستاذ امير سالم، زي الفار اللي في المتاهه وعمالين نلف حوالي، فدواخين يلامونا. اتفضل، امتصاص غضب الجماهير. ده السيناريو الاول. السيناريو الثاني انه يدي حكم بسيط، وده امر وارد، لانه المستندات اللي احنا شفناها اللي قدمت في القضيه كانت مستندات ضعيفه. النيابه العامه ما قدرتش تقدم طبعا، ما هو من حقها، لان هي ما قدرتش تحط ايديها على وصول المستندات. فكره تحريات المباحث ما كانتش كامله قدام منها، فالامر الطبيعي ان احنا ما نقدرش نلزم القاضي بانه يحكم من معلوماته الخاصه، لكن هو في النهايه في هذه القضيه قاضي جنائي، قاضي وجدان، هو هيحكم من المستندات والاوراق اللي قدامه، وفي الاحتمال ده هيبقى الحكم بسيط. الاحتمال الثالث انه يكون في بعض الاوراق او المستندات او شهاده الشهود اللي وضعت امام القاضي وانها اثرت في وجدانه، فيدي حكم مشدد. في جميع الحالات الثلاث سيناريوهات مرتبطين بانهم حكم مبدئي او حكم اول درجه بالنسبه لنا، وما زال امام منه الطعن امام محكمه النقض، ويمكن يعني في المعتاد ان محكمه النقض بتقلل هذه الاحكام. يعني هو السيناريو الثاني اللي كانوا عارضينه يا دكتور، انه اذا كان مبارك علم بعمليات قتل المتظاهرين واستهدافهم بالذخيره الحيه وما اداش امر، لم يعطي امرا بوقف القتل، هيكون متهم بالتآمر في جرائم القتل ويواجه 25 سنه. ده السيناريو الثاني. المفروض السيناريو الاخير اثبات النيابه ان مبارك امر بوقف المظاهرات بالقوه وقتل المتظاهرين، ففي هذه الحاله يواجه مبارك عقوبه الاعدام. ده كل ده بيتسلوا علينا وانا مش شايف عليه حكم. الحقيقه انا رايي انه